طبيب ابن العمارة يراجع مريض لعدة أسابيع وراها يموت المريض، قضاء وقدر وهذا عمره. الطبيب يواجه مسائلة عشائرية نتيجتها يدفع 80 مليون فصل عشائري ويغلق عيادته بالمحافظة ويروح الجهة مجهولة. ليش؟ خوفا من الملاحقة العشائرية، رغم ما انه دفع فصل. وما تعرف تتعاطف مع الطبيب؟ لو لا. وما تعرف تتماهى مع الموقف العشائري؟ لو لا. القضية حالة حال كثير من الأمور بالعراق، المقاييس لا يمكن استخدامها عندما يختلط الحابل بالنابل والصدق بالكذب. وإلا الفكرة واضحة، الطبيب لازم يؤدي واجبه، والحساب في حالة التقصير أكيد لازم يكون على إيد جهات الاختصاص، أكيد مو العشيرة اللي هي جهات الاختصاص. هنا ننطي الطبيب حق، بس هم لازم نفهم وجهة نظر الطرف الثاني الآخر. هواية من المواطنين يشكون من شغلتين بالآونة الأخيرة، إما قلة خبرة بعض الأطباء أو تهاونهم بعلاج المريض أحيانا. وأحيانا يكون سبب هذا التهاون الخوف من عائلة المريض نفسه، لأن الطبيب متهم قبل ما يقوم بأي عمل، وإذا صار شيء على المريض جيب الليف ودي الليف، جيب العطوة ودي الفرشة، أو ما تفضل بثمانين لو 100 مليون دينار، هاي إذا تسهلوا وياك. بس هل كل الأطباء ملائكة؟ قطعا لا. أقول لك مع الأسف أكو حالات خطأ، بعض المستشفيات من الدور على طبيب الخفر ما تلقى، تروح للباطنية يقولوا لك بالطوارئ، تروح للطوارئ يقولوا لك بالمختبر، تروح للمختبر يقولوا لك ديفتر بالرد، هات تقول لهم خابروه يقولوا لك تليفونه مغلق. والحقيقة هو أصلا ماكو، عايف المستشفى ورايح لعمل بمستشفى خاص وقايل الزملاء ضيعوا لي شاش، ومتسئله ليش تسوي هيجي يقول لك راتب 1.5 مليون ما يعادل راتب موظف متوسط الدرجة. احنا نقول البعض وليس الكل. ايضا بالوقت اللي عندنا اطباء نفتخر بيهم، عندنا اطباء جابوا الشهادات النظرية من برا وبدون دراسة كلينيكية، بدون دراسة كلينيكية وميدانية، والنتيجة معدلة 70 بالسادس، وبفلوس ابوه صار طبيب، تلقاه متردد وخايف ما يعرف شو يسوي ويا المريض، وإذا تدخل يلوصها. طبعا قلنا البعض وليس الكل، بس ترى المسؤولية مو بس على عاتق الطبيب، المؤسسات الصحية بالعراق مريضة أصلا، وأصلا هي تحتاج إلى طبيب. عندنا مستشفى زارها رئيس الوزراء قبل أشهر وقال الله لا يوفقنا إذا بقى هيجي، ورجع السيد السوداني وصرف، والنتيجة هذا المستشفى صرف شقد؟ صرف 50 مليار دينار على هاي المستشفى. هذا المستشفى ما زال بمصاعد عاطلة، تدوس الطابق الخامس تنزل للثاني، تدوس الرابع يوديك للتاسع، وانت وقسمتك يقمز هذا المصعد لو هي حية ودرج. الله أعلم، الواد مخبلوها. الله عليكم، جيبوا لي عراقي واحد دخل مستشفى أو عيادة شعبية حكومية وما كتبوا له دواء وقالوا له روح جيبه من برا لين ما عدنا. اكو عراقي ما سامع هيك كلام؟ جيب الدواء من برا. ومن اجوا يسوون ضمان صحي للوزارات جابوا شركة تأمين بدون خبرة ولا علم ولا فهم، يعني اخو الكلك، وبنظام عقيم عديم الفائدة، مو كارت ورقم وظيفي محدد على اساسه تاخذ العلاج براحتك وتتولى شركة سداد اجور الدكتور. جيب لي مرجع قانوني واحد مكاتب على مسؤولية الطبيب الأدبية والقانونية، من مصطفى السنهوري ومنذر الشاوي وحتى أحمد الكبيسي والطبق شلي، كلهم يقولون أكو مسؤولية قانونية تترتب على الطبيب. المطربة فيروز اللي نسمعها الصبح بالسبعينات غرم الطبيب فرنسي 6 مليون فرنك لأن عملية تجميل خشمها ما طلعت على المرام، بس منو يحاسب الطبيب؟ العشائر، العشائر بدل المحكمة، بدل النقابة، بدل عن الجهات المرجعية القانونية. وحتى لو تتيح ذلك جدلا، فحقيقة شيخ العشيرة ما له خبرة بالطب حتى يفتي بالموضوع بالحق لو بالباطل. انتظرونا بعد الفاصل حتى نناقش هذا الموضوع الشائك والمعقد، يمكن الناس تعودت عليه
بس هو ترى موضوع ابدا مو سهل بهويه الدوله وسياده الدوله وكيان الدوله.